نلتقي أحد القادة الميدانيين للجيش الفار. السلام عليكم. السلام عليكم. تعرف عليك أخي؟ إسماعيل الريان. أهلا وسهلا بك أخي. بعد كم يوم بتصادفنا ذكرى ثانية للثورة السورية، تحكي لنا شو صار بأوضاع الجيش الحر من 15/3/2012 لحد اليوم. من 15/3 الحمد لله إنه الوضع الميداني تمام، قواتنا كلها عم تزداد بسالي، في عنا غنائم الحمد لله ومنا من الجيش النظامي، غنائم دبابات وزادت الأسلحة شوي مننا من قبل الجيش النظامي اللي غنمناه، والوضع الحمد لله على تمام هلا، ونحن الآن في معركة هلا، الطيران عم نصد للطيران الحربي اللي عم يقصف البلد، فالامور ان شاء الله جيده. اخي بالنسبه للغنائم اللي غنمتوها مثل شو مثلا؟ يعني غنمنا لحد الان دبابات، رشاشات ديشكا من النظام، ذخيره، واللي نحن من برا ما بيجينا، ما ذخيره من برا ما في شيء، سلاح الان ما وصلنا شيء من برا، شيء قليل جدا. النقص اللي حاصل بالجيش الحر حاليا وسبب ضعفه في بعض المناطق، شو الاسباب؟ الاسباب نقص الذخيرة، والطيران المروحي، الطيران المروحي عم يرصد المناطق، بيكون غرفة عمليات للطيران الحربي بوجهه على المناطق شو اسمه، وبيكون قصف عم يقصف على الاحياء، ما عم يفرق بين المدنية والاحياء اللي بيكون فيها متواجدين الثوار، ونحن صواريخ مضاد طيران لحد الان معنا، ما وصلنا صواريخ مضاد طيران ابدا، فعم نتعامل معهم بالدوشكا والرصاص وزن وجد الشيل. اخي اذا توجه رساله للمدنيين شو بتقول لهم؟ انا للمدنيين بوجه لهم رساله انه وقت بيطلع الطيران الحربي او ذاك انه ياخذوا الاماكن او يختبئوا في اماكن يعني بعيده عن الاحياء السكنيه، لانه هذا النظام ما يميز بين احياء سكنيه متواجد فيها مدنيين او ثوار، نظام مجرم عم يقصف الاحياء المدنيه عمدا لقتل الاطفال والابرياء والنساء. اخي اذا توجه رساله للداعمين بالخارج او الداعمين السوريين بالاحرى، المواطنين السوريين المغتربين بالخارج. والله موجه لهم رساله بنقول لهم يعني حاج كفانا قتل وتدمير للاطفال والنساء، لازم يعني ضميرهم يحركهم شوي ويبعثوا سلاح نوعي وسلاح مضاد للطيران ويدعموا هالشعب الارتلالي لحتى تنتصر على هذا الانسان المجرم بشار الاسد. كلمه اخيره شو بتقول لبشار الاسد واعوانه؟ بقول له باذن الله باذن الله راح يسقط وراح ينداس تحت النعال باذن الله. يعطيك العافيه، شكرا اخي.